السيدات والسادة، أهلا بكم مجددا إلى منتدى جدة الاقتصادي. جلستنا المقبلة تحت عنوان تطوير العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية في المملكة العربية السعودية. وكما أشرت في وقت سابق بأنها الجلسة الرئيسية لهذا اليوم، والتي سيشارك فيها ربما أكبر عدد من الوزراء غير الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء. يقدم هذه الجلسة الدكتور فواز العلمي، وسأترك له المسرح لانطلاق فعاليات هذه الجلسة. تفضل دكتور فواز. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد شرفني منتدى جدة الاقتصادي بأن أكون محاوراً لهذه النخبة من معالي الوزراء الذين شرفوني أيضاً بأن أكون معهم في هذه الجلسة. هذه الجلسة أعتقد أنها من أهم جلسات هذا المنتدى، لأنها تتحدث بشفافية مطلقة عن تطوير العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية في المملكة العربية السعودية. المحاور الرئيسية في هذه الجلسة ستتطرق إلى المحور الأول، الاستراتيجية الوطنية للإسكان. يقدمها معالي الدكتور شويش ضويحي وزير الإسكان. ثم المحور الثاني عن الفجوة العقارية وتحديد حجم الطلب، ويقدمها معالي الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط. والمحور الثالث دور القطاع الخاص في تطوير المشاريع، معالي الدكتور توفيق الربيعة. والمحور الرابع التمويل والرهن العقاري، يقدمها معالي الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد. والمحور الخامس الشراكة الاستراتيجية لدعم مشاريع الإسكان، ويقدمها معالي الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة، الذي يشارك في هذا المنتدى نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية. أيها الإخوة والأخوات، الإسكان ليس فقط مجرد بناء، وإنما هو تخطيط وتطوير وتنمية وتمويل. ومشكلة الإسكان ليست حكراً على السعودية فقط، بل هي قضية طالت كافة دول العالم بما فيها الدول المتقدمة والنامية. في الدول الرأسمالية التي تعتبر المسكن سلعة رئيسية تعتمد على مقياس العرض والطلب، تسبب التسيب في أنظمة الرهن العقاري واستباحة القروض البنكية في أسوأ كساد اقتصادي في شهده العالم. وفي الدول الاشتراكية أيضا التي تعتبر المسكن خدمة اجتماعية تقدمها الدولة لمواطنيها، تسببت الصعوبات المالية الخانقة والسيولة المادية الشحيحة في إخفاق تنفيذ السياسات التنموية المستدامة التي كانت هذه الدول تأمل في تحقيقها. لذا من أهم المتطلبات أن يكون هنالك بنية تحتية وتطوير عقاري وتخطيط عمراني وأيضا أنظمة الرهن العقاري. فوضعت المملكة حلولا جذرية لتخفيف حدة المشكلة، حيث صدر أمر خادم حرمين الشريفين قبل عامين ببناء 500,000 وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال. وقامت وزارة الإسكان لتاريخه
ببناء أكثر من 76 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. كما قام صندوق التنمية العقارية لتاريخه بتقديم أكثر من 700 ألف قرض لبناء أكثر من 860 ألف وحدة سكنية بمبالغ إجمالية فاقت 220 مليار ريال. الآلية التي نتطلع إليها اليوم، الحلول التي نرغب في دراستها ومناقشتها اليوم مع معالي الوزراء، ستكون في ما هي هذه المعلومات الإحصائية التي نملكها، وما هي السياسة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، وما هي الصياغة القانونية المتطلبة، وما هي المقارنات الدولية، وكيفية توزيع الدعم. هذه الحلول سيبدأها معالي وزير الإسكان الدكتور شويش ضويحي بتقديم الاستراتيجية الوطنية والآلية والاستحقاق، ثم مشروع إيجار. في المحور الثاني كما ذكرت يقدمها معالي الدكتور محمد الجاسر عن الفجوة العقارية وتحديد حجم الطلب للخطط في الخطط التنموية والمعلومات الإحصائية وتحديد حجم الطلب. أما المحور الثالث الذي يقدمه معالي الدكتور توفيق الربيع وزير التجارة والصناعة، فسيحدث عن دور القطاع الخاص في تطوير السكن ونظام البيع على الخارطة، وهو نظام حديث، والوساطة العقارية. ويأتي المحور الرابع في التمويل والرهن العقاري، يقدمه معالي الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن التمويل والرهن العقاري. والمحور الخامس يقدمه معالي الدكتور هاني أبو راس نيابة عن صاحب السمو وزير الشؤون البلدية والقروية عن دور الأمانات والشركات الحكومية والتكامل الاجتماعي والاقتصادي وتوفير المبادرات. ثم بعد ذلك نطرح هذا الموضوع للنقاش، وأرجو من جميع الحاضرين والحاضرات أن يحددوا اسم السائل وجهة العمل، تحديد وجهة السؤال، الالتزام بسؤال واحد فقط، والحرص على عدم تكرار الأسئلة، وإذا كان السؤال بلغة غير عربية سوف يتم الإجابة عليه باللغة العربية من خلال الترجمة الفورية. أرجو من معالي وزير الإسكان التفضل بتقديم المحور الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكرر مرة أخرى بالشكر والتقدير للقائمين على هذا المنتدى على حسن حقيقة التنظيم والإعداد لهذا المنتدى. أريد حقيقة الاختصار هو محاولة لالتزام بالوقت، وعذراً لو أطلت قليلاً، ولكن محاولة إن شاء الله أن نلتزم بالوقت. في العرض اللي أمامكم كما ذكرنا بكلمة أمس بأن لدى وزارة الإسكان الآن مخزون بما يكفي إلى توفير 200 ألف وحدة سكنية، وهو من الأراضي التي حصلت عليها وزارة الإسكان في مناطق المملكة بما يعادل مساحته 160 مليون متر مربع،
هذه ولله الحمد أصبحت في خط الإنتاج، منها مشاريع يجري الآن تنفيذها. أحد المشروعات هذه قد تم الانتهاء منه وهو في منطقة جازان، ومشاريع جاري بإذن الله بعض منها الاستلام، البعض الآخر الآن في طور الطرح والآخر في التصميم. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام بأن استلام المواقع السكنية يخضع إلى عدة تدابير، من أهمها استلام الموقع، قرار التخصيص، صك الملكية الشرعية على الأرض، ثم بعد ذلك التخطيط واعتماد المخططات، وأيضا التنسيق مع الجهات الأخرى كاملة، وهو القصد بأن يكون موقع الإسكان قابل للسكنة وتكون جميع الخدمات موجودة به حتى تصميم البنية التحتية. تقوم الوزارة، وزارة الإسكان، في الوقت الحالي بدور مزدوج من أجل توفير حلول قصيرة الأجل وتحقيق أثر طويل الأجل في سوق الإسكان. فهذه الحلول تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول وهو التنظيم والتشريعات، والمقصود بهذا هو تطوير استراتيجية وطنية للإسكان في المملكة العربية السعودية، وأقصد بذلك استراتيجية للإسكان وليست استراتيجية لوزارة الإسكان، وتطوير آليات وسياسات الاستحقاق، كيف يكون المواطن مستحقاً، وأيضاً كيف ترتب أولويات الاستحقاق للمواطنين الذين يحتاجون إلى دعم للإسكان لكي يتملكون منازل. أيضاً تحسين توفير البيانات والمراقبة ومؤشرات القياس المقارن من خلال مركز بحوث الإسكان. المقصود بذلك هو توفير معلومات قياسية وليس معلومات انطباعية، تمكن المستثمرين وتمكن المخططين وتمكن لنا في سوق الإسكان لمعرفة بشكل دقيق كيف ستكون فجوات الإسكان، ما الذي يتم ضخه لسوق الإسكان سنويا، سواء من خلال المشاريع أو أيضا من خلال المطورين أو من خلال الأفراد والقطاع الخاص. الشق الثاني وهو توفير الحلول السكنية السريعة، المقصود بذلك هي تنفيذ مشاريع الإسكان، الشراكة مع القطاع الخاص بأن يكون هناك شراكة فاعلة ذات ديمومة تحقق الفائدة لجميع الأطراف، وتمكن القطاع الخاص سواء في التطوير العقاري أو في الشركات العقارية من العمل في سوق مستدام، يستطيعون أن يعلمون ما هي الخطط المستقبلية له. أيضا تنويع أدوار صندوق التنمية العقاري، توفير أراضي مطورة وقروض للبناء على هذه الأراضي. إذن هذين الشقين، الأول هو تنظيم سوق العقار وتأهيله بحيث يكون له فاعلية ذاتية لخلق توازن مستدام بين العرض والطلب والمحافظة على استقرار الأسعار على مستوى في متناول المواطن. الشق الثاني وهو التدخل المباشر في السوق لسد الفجوة بين العرض والطلب في المدى القصير والمتوسط عن طريق ضخ عرض إضافي ودعم جهات الطلب. هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة ركائز رئيسية: تنظيم قطاع إسكان قائم على المعرفة، تمكين كافة المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة ذات جودة وميسورة التكلفة، الثالث إيجاد قطاع إسكان مستدام يتجاوب مع الطلب دون الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي. ولتحقيق الأهداف التي ذكرت في الاستراتيجية والرؤية، تم إعداد الاستراتيجية وفق المنهج التالي: أولاً وهو التحليل والتقييم التفصيلي لسوق الإسكان في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق جمع وتحليل البيانات المتوفرة، عمل زيارات لمناطق المملكة، أيضاً جمع الآراء والخبرات المحلية لكافة الأطراف المعنية، إجراء مقابلات مع المختصين بالقطاعين العام والخاص، عقد ورش عمل فنية، وبالفعل تم عقد ورش فنية عددها 5 ورش، تم دعوة سواء من القطاع الخاص أو من القطاع الحكومي وأيضا من الأكاديميين المختصين بالإسكان، وكانت هذه الورش تعقد على مدى 3 أيام. تم توجيه أيضا الدعوات الرسمية لممثلي القطاع الخاص وهو مجلس الغرف السعودية، وأيضا الجامعات، وأيضا الجهات الحكومية ومجالس المناطق في جميع مناطق المملكة، الاستفادة من مجموعة متنوعة لأفضل التجارب الدولية. دائما عقد المقارنات بالتجارب الناجحة في دول العالم
تثري عمل مثل هذه الاستراتيجيات، وذلك لاختيار أفضل الحلول التي ممكن أن تكون مطبقة وتناسب وضع المملكة العربية السعودية. عملت المقارنات الدولية، وأيضا تم الاستفادة من خبراء دوليون ومحليون، وبعد ذلك نتجت الاستراتيجية والتي عرضت ووضع لها موقع في الشبكة العنكبوتية الإنترنت من ما يقارب عام، ويمكن لأي مهتم أن يدخل على هذه الاستراتيجية ويطلع عليها ويتواصل مع المعدين لهذه الاستراتيجية عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت. ترتكز الاستراتيجية الإسكان في المملكة العربية السعودية على 4 مكونات رئيسة تشكل خارطة طريق لقطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية. بدأ بالعمل على مجموعة من هذه البرامج ذات الأولوية في كل المكونات. المكونات 4 مكونات. فالمكون الأول وهو تحسين الإطار التنظيمي للإسكان، المقصود به تطوير نظام وطني للإسكان، استحداث الأنظمة تتناول جوانب فنية محددة في التخطيط والبناء، العمل مع الجهات الحكومية المختصة بمحاولة إنشاء محاكم متخصصة في الإسكان وتطوير آليات الإنفاذ والتطبيق، وبالفعل نتج عن ذلك أو تزامن معه عدة أنظمة صدرت في هذا الشأن. فإذا من هذا المكون نستطيع أن نستخلص بما تقوم به الوزارة حاليا، وهو إعداد النظام الوطني للإسكان. ثانيا، زيادة كفاءة سوق الإسكان واستدامته وأن يكون متجاوب مع الطلب، المقصود بذلك تحسين توفر البيانات والمراقبة ومؤشرات القياس، تطوير نظام شفاف لأسعار المساكن، تسهيل سبل قيام خدمات مساندة فاعلة، المركز الوطني لبحوث الإسكان. ومن هذا المستخرج تم البدء فوراً بمشروع إيجار، وهي شبكة لتنظيم سوق الإيجار في المملكة العربية السعودية. نعلم أن الإسكان كان ولا يزال وسيستمر، هناك إسكان إيجاري وهناك إسكان للتملك، فلا بد أن يكون هناك تنظيم لكلا المجالين، سواء التملك البيع وتملك الناس، وأيضا السوق الإسكان الإيجاري ومركز بحوث الإسكان. بالنسبة لشبكة خدمات الإيجار، تم بالفعل توقيع عقد هذه الشبكة، نتوقع بإذن الله أن يكون نهاية هذا العام انتهاء والبدء في التطبيق الفعلي وتدشينها، وأن يلمس المواطنون وجود مثل هذه الشبكة الإلكترونية التي توفر عدة خدمات لسوق الإيجار، تخلص إلى نتائج بالفعل متطورة جدا لمعرفة حجم هذا السوق، معرفة أساليب الدعم التي ممكن أن تكون في هذا السوق، معرفة أيضا المستثمرين، ويعني إضفاء ثقة تامة لسوق الإسكان الإيجاري. وممكن أن ينطلق من هذا الفعل أمور كثيرة جدا، من ضمنها الإيجار المنتهي بالتمليك. ثالثا، تطوير وسائل دعم الإسكان، زيادة كفاءة صندوق التنمية العقاري، الاستهداف الموضوعي للمستحقين، زيادة مشاريع مؤسسات المجتمع المدني، تقديم حوافز لتدعيم لتمكين دعم الإسكان من قبل القطاع الخاص. نتج عن هذا وبفعل طبقت عدة برامج، وهو تنويع أدوار الصندوق، صندوق التنمية العقاري. صندوق التنمية العقاري موجود به القروض التي تدفع للمواطنين، تم أيضا إطلاق نظام الضامن وهو القسط بالتيسير على المواطنين، قلصت المساحات لكي يتمكن المواطنين من الشراء. النقطة الثالثة وهي القرض الإضافي، والذي سوف يبرم بين الصندوق والبنوك المحلية، وسوف يكون بإذن الله الثلاثاء القادم إطلاق هذا البرنامج. وأيضا نعمل على القرض المعجل، والقصد من القرض المعجل هو تمكين من هم مستحقين ومتقدمين على صندوق التنمية العقاري من ذوي الدخول المتوسطة للحصول على قرض معجل، والقصد منه الاستفادة من السيولة النقدية التي لدى البنوك التجارية المحلية، مما يقلص حقيقة فترة الانتظار على صندوق التنمية العقاري. وأيضا من هذا المكون الثالث هي آلية الاستحقاق، والتي سوف نتكلم عنها بإذن الله. المكون الرابع وهو زيادة عرض المساكن، المقصود فيه رفع مستوى الاستفادة من الأراضي، تخطيط التجمعات السكانية على المستوى الوطني، إعادة تأهيل وصيانة المخزون السكني، وضع حوافز والتزامات للتطوير العقاري. هذا ما تكلمت عنه الاستراتيجية. بالطبع مكونات الاستراتيجية الوطنية للإسكان
في النهاية سوف تخلص إلى الأدوار التي سوف تكون مناطة بجميع القطاعات المشاركة في الإسكان في المملكة العربية السعودية، وهذا ليس حكراً على وزارة الإسكان، وإنما هناك شركاء لنا فاعلون في هذا الجانب سيتولون بإذن الله بعض النقاط التي ستكون من الاستراتيجية الوطنية للإسكان. ولعلي أدلل على ذلك بموضوع إعادة تأهيل وصيانة المخزون السكني. لدينا في بعض المدن في المملكة العربية السعودية أحياء ذات بنية تحتية متكاملة جداً، ولكن بسبب عدم الإدارة لتنوع السكن في هذه قد يمكن أن يهجرها أهلها، فلذلك لابد من وضع نظام دقيق وصارم جداً بحيث أن تكون هذه فقط أحياء سكنية ونستفيد من البنية التحتية في هذه الأحياء. نتج عنها الشراكة مع القطاع الخاص. أبدأ بتحسين الإطار التنظيمي لسوق الإسكان. كما ذكرت قبل قليل بأن النظام الوطني للإسكان أساس لقطاع الإسكان ليس فقط للوزارة بل لكافة الأطراف، وسوف يكون أساس للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن ذلك تحديد الأطراف المعنية بالإسكان ودور كل جهة، تحديد آليات الإنفاذ كمحاكم متخصصة في البث في القضايا المتعلقة بالإسكان، سياسة إدارة الأراضي، سياسة إصدار التراخيص واعتماد المخططات، سياسة التمويل والجمعيات الخيرية، إصدار الأنظمة الفنية والمحاكم المتخصصة. لعلي أتكلم قليلاً بس عن بعض النقاط التي ذكرت، مثل سياسة الأراضي كيف تكون، ما هو المسؤول، من المسؤول عن المخطط الهيكلي في المدن؟ معروف أنه داخل المدن وداخل النطاق العمراني هناك عدة أو أغراض كثيرة، من ضمنها الأغراض السكنية، الأغراض الخدمية، الأغراض الصناعية، وفي بعض المدن يكون هناك الأغراض الزراعية. أيضاً كيف يكون تخطيط الأراضي المخصصة للسكن؟ موضوع إصدار التراخيص واعتماد المخططات، ما هي المدة التي يفترض أن تكون لإصدار مثل هذه المخططات وهذه التراخيص لكي يتم ضخ الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن في سوق الإسكان؟ ومن ضمنها تكلمت عن سياسة التمويل والأنظمة الفنية. كفاءة سوق الإسكان وهو تأسيس شبكة تجارة التي تكلمنا عنها قبل قليل، إيجار هي عبارة عن تطوير الإطار النظامي والقانوني لقطاع الإيجار المساكن، منصة تيسير عرض المساكن، ربط المكاتب العقارية وتأهيلها، التحقق من أطراف العقد آلياً، التوثيق الإلكتروني، السداد الإلكتروني، توفير مؤشرات وإحصائيات، توفير المراقبة والتنظيم، وتكون هناك عدة أطراف كثيرة في هذا الموضوع. كما ذكرت بأن هذا المشروع تم اعتماده، تم توقيع عقده مع استشاري لتنفيذه، نتوقع بنهاية العام بإذن الله يكون هذا قد انتهى. تنويع أدوار الصندوق تكلمت عنها قبل قليل، ولكن منذ إنشاء الوزارة تم إطلاق برنامج ميسر، تم إطلاق برنامج ضمان لشراء المساكن، تشجيع بناء وشراء المساكن الاقتصادية بتخفيض المسطحات الإجمالية للحصول على كامل القرض إلى 240 متر مربع. تنويع أدوار الصندوق كما ذكرت بأنه أيضاً تم زيادة معدل الإقراض خلال العامين الماضيين، والقصد بذلك هو الحلول السريعة جداً للإسكان في المملكة العربية السعودية، لأن الإقراض يكون بعملية يعني آلية وممكن أن يصل الدعم إلى مستحقيه بأسرع وقت ممكن. هذا تم زيادته من قبل الدولة حقيقة بنسبة 6 مرات في السنتين عما كان ذي قبل، وتم تخفيض المدة الزمنية من 10 أشهر إلى 3 أشهر، وتكلمت عن برنامج الضامن وبرنامج القرض الإضافي وبرنامج التمويل المعجل. آلية الاستحقاق آلية الاستحقاق والأولوية إسكان، الأهداف الاستراتيجية لهذا البرنامج هو
الارتقاء بمستوى المردود الاجتماعي لبرنامج الدعم السكني، وصول الدعم الإسكاني لمن يستحقه، تحقيق شروط الاستحقاق والأولوية، ومن أهمها عدم ملكية مسكن مناسب. بالطبع هذا البرنامج أو هذه الآلية هي من أهم البرامج التي تعمل عليها وزارة الإسكان في هذا الوقت، والقصد وهذا البرنامج ممكن أن أقوم بشرحه بس قليلاً. هو يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول وهي المعلومات التي يحتاجها هذا البرنامج. الأمر الثاني آلية الاستحقاق وطريقة عملها. المكون الثالث وهو الحل الإلكتروني. بالنسبة للشق الأول وهي المعلومات، هذه معلومات نشترك معها في وزارة الإسكان مع جهات حكومية كثيرة جدا. الآن يتم التنسيق مع هذه الجهات، وأنا أقصد بذلك ما هو موجود أمامكم بالنسبة لمقام وزارة العدل، المقصود بذلك الصكوك الموجودة لدى الوزارة نستفيد منها لمعرفة الحجم اللي موجود، وزارة الداخلية البيانات الشخصية للمواطنين، وزارة الاجتماعية معرفة الحالة الاجتماعية لدى الأسر السعودية، مؤسسة النقد أيضا معلومات يحتاجها هذا البرنامج من مؤسسة النقد، شركة الكهرباء معلومات، وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي معلومات من ضمنها رخص البناء وشهادات إتمام البناء، وأيضا المنح السكنية التي تمت للمواطنين. بعد الانتهاء من هذه المعلومات والوزارة لديها الاستعداد وبالفعل العمل مع الشركاء لاستلام أو للاستفادة من هذه المعلومات مهما كان وضعها، حتى لو كانت معلومات ورقية فسوف يتم بإذن الله تحويلها إلكترونيا لكي يكون لدينا هناك شبكة للاستحقاق يمكن الاستفادة منها. أيضا قليل من التفصيل، هذه الآلية تنظر لعدة أمور من ضمنها الحالات الخاصة، ونقصد بها الأرامل والمطلقات التي يعولن ذوي الاحتياجات الخاصة، الحالة الاجتماعية مقصود بها عدد أفراد الأسرة، عمر رب الأسرة، الحالات الاقتصادية والمقصود بذلك الدخل والملكية. رابعاً إنتاج وتوفير الإسكان ميسر التكلفة، الشراكة مع القطاع الخاص، الاستفادة من إمكانات وقدرات القطاع الخاص والمطورين العقاريين في توفير الإسكان وتعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال. تتمحور الشراكة على التزام المطور بشروط الجودة والسلامة وسياسة تسعير عادلة وشفافة، رفع كفاءة تنفيذ وجودة مشروعات الإسكان وتحسين جودة المخزون الإسكاني الراهن، الاستفادة من الأراضي التي يملكها القطاع الخاص وتحفيزه لإنشاء وحدات سكنية، استدامة قطاع الإسكان من خلال تمكين القطاع الخاص ليصبح دور الوزارة مراقبة وتنظيم. أختم بالشكل الذي أمامكم وهو الذي خلصت إليه الاستراتيجية. فنرى في عام بعد يعني عام ونصف من الآن اللي هو 2015 كيف سيكون دور مؤسسات المجتمع المدني، دور الحكومة، دور القطاع الخاص، وبعد إلى عام 2030 يبدأ عملية دور الحكومة يتقلص حتى تصبح فقط مراقب، ويتزايد قليلاً دور مؤسسات المجتمع المدني وأيضاً دور القطاع الخاص، بأنه سوف يتطور دور الحكومة مع مرور الوقت من دور توفير بالأساس إلى دور تنظيمي بالأساس. سوف تركز الحكومة على المدى المتوسط على توفير بيئة أكثر ملائمة، ما سيمكن القطاع الخاص من القيام بدوره بفعالية. بالتوازي مع هذا التطور، فإن الحكومة ستركز على المدى القصير على تحقيق الاستقرار في السوق عن طريق زيادة العرض ودعم جانب الطلب. أشكر لكم جميعاً حضوركم، وأشكر لكم إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً معالي وزير الإسكان على هذا الطرح والمعلومات القيمة، وسنترك الأسئلة لنهاية هذه الجلسة إذا سمحت لي، وأرجو من معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط
بأن يقدم المحور الثاني وهو الفجوة العقارية وتحديد حجم الطلب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أود أن أتقدم لمنظمي هذا المنتدى وعلى رأسهم الشيخ صالح كامل الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذا استمرارية هذا المنتدى الذي أصبح علامة من علامات الحراك الفكري الاقتصادي في وطننا العزيز. وأشكركم أيضاً على التركيز في هذه السنة بشكل دقيق على مواضيع ذات بعد وعمق محلي أكبر من ذي قبل، ومحور الإسكان هو قد يكون المحور الأكثر سخونة هذه الأيام في التداول المحلي، فشكراً لكم على ذلك. بداية أعتقد أن معالي الأخ شويش عرض لي معظم النقاط الأساسية في محور الإسكان، وهو ذو عمق تخطيطي أيضاً بالنسبة لنا ولهم في وزارة الإسكان، حيث أن وثيقة خطة التنمية تحتوي على فصل مستقل عن موضوع الإسكان، وتتقاطع الخطط التشغيلية بين وزارة الإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية والوزارات الأخرى المعنية، لأن السكن ليس فقط الوحدة وإنما كل الخدمات التي تجعل هذا المبنى سكناً. يعني المبنى ليس بالضرورة أن يصبح سكناً إذا لم تصله الخدمات اللازمة لكي يكون سكناً لائقاً. ولذلك لو نظرنا إلى خطط المملكة التنموية، مثلاً الخطة الثامنة والتاسعة رصد فيها حوالي 275 مليار من فوائض الميزانية لإنشاء وحدات سكنية كما ذكر الدكتور شويش، لكن أيضاً في الأنشطة الأخرى مثل التجهيزات الأساسية رصد حوالي 334 مليار لقطاعات البلديات والنقل والاتصالات في الخطتين الثامنة والتاسعة، وكذلك مبلغ 250 مليار لقطاع المياه والصرف الصحي. هذه مؤشرات على أن التخطيط يجب أن يكون متكاملاً من حيث الخدمات التي يحتاجها الساكن في هذا السكن. ولذلك يجب أن لا ننسى أن توفير السكن يتعدى فقط توفير قطعة الأرض وبناء المبنى عليه. المملكة قامت بمشاريع كبيرة في موضوع الإسكان سابقاً، لكن يمكن يكون أهم مشروع هو كما ذكر الدكتور شويش هو صندوق التنمية العقارية. فالصندوق لوحده مسؤول عن بناء أكثر من 841 ألف وحدة سكنية، وهذا مقدار ليس ببسيط. خلال السبع سنوات الماضية فقط أعطى الصندوق العقاري 175 ألف قرض، وهذا خلال السبع سنوات الماضية، وهذا يفوق ما أعطاه خلال خطط التنمية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة مجتمعة. إذن هناك تسريع كبير في إنشاء المساكن وتوفير الخدمات اللازمة لها في السنوات السبع الماضية. لو نظرنا إلى التركيبة السكانية أيضاً، وهي تشير إلى انتقال المجتمع السعودي إلى المجتمعات الحضرية، فخلال أو خلينا نقول من عام 74 ميلادي مثلاً ارتفع
ارتفعت نسبة سكان الحضر أو الأوربانيزيشن في المجتمع السعودي من 46% عام 74 إلى، وخاصة وزارة التجارة والصناعة، ويتحدث عنها معالي الدكتور توفيق الربيعة في محور دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع الإسكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ويسعدني أن ألتقي معكم في اليوم الثاني من هذا المنتدى، والهام واعتقادي نظرا لأهميته اضطررت إلى الذهاب الرياض والعودة مرة أخرى، لأني أعتقد الحضور والمشاركة في هذا في هذه الندوة اليوم مهم جدا في موضوع هام. وأشكر القائمين على المنتدى وعلى حسن التنظيم، وعلى رأسهم الشيخ صالح كامل وبقية أعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملين في الغرفة التجارية ومن الإخوة والأخوات. في الحقيقة أن موضوع الإسكان موضوع هام، وموضوع حقيقة يهم ويهتم فيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ومن لو لاحظنا في الفترة الأخيرة في 3 سنوات أو 4 سنوات الأخيرة مجموعة من الأنظمة الهامة التي سوف تضع الخطط المستقبلية ورسم مستقبلي لموضوع الإسكان، والذي مشيئة الله سوف تضعه على خارطة الطريق. فمنها إقرار وزارة الإسكان، ومنها إقرار بناء 500,000 وحدة سكنية، ونظام الرهن العقاري، وكذلك إقرار هيئة المقيمين المعتمدين والتي تعنى بنظام التثمين وأهميته وربطه بالرهن العقاري، وكذلك إقرار نظام البيع على الخارطة. وراح أركز على الجانبين الأخيرين التي الوزارة لها علاقة فيها، اللي هي أول شيء هيئة المقيمين المعتمدين، والتي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء قبل 9 أشهر وبدأنا العمل عليها. ومهمة هيئة المقيمين المعتمدين هي تأطير عملية التثمين في السوق، بحيث تكون عملية احترافية تقوم على ناس متخصصين مدربين، نظما عدم ازدواجية العمل بينها وبين الوساطة العقارية، ونظما أن عملية التثمين تعطي القيمة الحقيقية للوحدة العقارية. وكذلك ما يهمنا اليوم هنا نظام البيع الخارطة، ونظام البيع الخارطة كذلك أحد الأساليب المتميزة في تمويل منخفض لبناء الوحدات السكنية من قبل المستهلكين. وحقيقة النظام هنا مهم جدا، لأنه يوفر حماية كبيرة لعملية البناء أو تطوير الأراضي في خلال مرحلة التطوير، أو كذلك ما ذكرنا تطوير الوحدات العقارية في خلال مرحلة التطوير. ومن المهم جدا أن يكون لدينا نظام يحمي المستهلكين في عملية التطوير، ولا نريد أن نكرر تجربة المساهمات العقارية المتعثرة وما مر فيها، وهذه شيء آخر يعني فعلا أخذت منا مجهود كبير لحلها. نعود لنظام البيع الخارطة، نظام يقوم على عملية ضمان حقوق المستهلكين وضمان عملية استخدام الأموال التي تؤخذ المستهلكين في عملية تطوير، فتقوم على أن يكون هناك حساب ضمان للمطور. طبعا المطور أول شيء يقدم على الوزارة من خلال برنامج البيع الخارطة، وثم يحصل على رخصة، الرخصة تطلب وجود حساب ضمان أو ما يسمى بالإسكرو أكاونت، كذلك وجود مكتب استشاري هندسي، ووجود مكتب مدقق مالي ومراجع حسابات، حتى نضمن أن الأموال التي تؤخذ من المشترين الوحدات التي تحت تطوير تصرف على عملية التطوير العقاري ولا تذهب لأي استخدامات أخرى، حتى نضمن أن يتم التطوير في وقته وأن لا يكون هناك تعثر في هذه الوحدات التي تحت التطوير. وحقيقة نحن نعمل على يعني تجارب الدول من جميع أنحاء العالم لبناء فعلا منظومة متكاملة تضمن حقوق جميع الأطراف. فنحن مهتمين أول شيء بحماية المستهلكين
ونضمن أن المحطة تطور في وقتها وتسلم في وقتها، وفي حال تأخير هناك طبعا أساليب تضمن إعطائهم عوض بالمثل في عملية أي تأخير، كذلك نضمن توفير السيولة للمطورين والتسهيل والتحفيز للمطورين حتى نضمن أن هناك يكون نمو في عملية التطوير، وكذلك نضمن للجهات التمويلية من البنوك وغيرها تمويل هذه المشاريع بحيث نحقق النجاح المتميز للأطراف الثلاثة. ونتوقع بمشيئة الله أن نظام البيع الخارطة سوف يكون له دور في زيادة وفرة المنتج العقاري، ويسهم في تنظيم وتقوية إمكانيات شركات التطوير العقاري من خلال الاشتراطات التي ذكرناها سابقاً، كما سيسهم في تصنيف المطورين فيما يتعلق في جودة المنتج العقاري الذي هو ما نسعى إليه، وكذلك سوف يسهم في تخفيض تكاليف الوحدات السكنية على المشترين، كما سوف يسهم في رفع مستوى الشفافية في سوق التطوير العقاري في على جميع الأصعدة من حيث المعلومات عن حجم الطلب والعرض والأسعار والأصناف العقارية المطلوبة، كما سيسهم مشيئة الله في القضاء على المضاربات التي تضر بالسوق ولا تقدم منتجات وحلول إسكانية. ما لا شك فيه أن هذا النظام سوف يساعد على وجود مطورين بكفاءة أعلى، سوف يسهم على التحول، وهذا ما أتوقع في المستقبل أن يتحول نظام بناء الوحدات السكنية من تطوير من خلال الأفراد إلى تطوير من خلال شركات تطوير عقارية بمستوى أعلى وبكفاءة أعلى وبتكلفة أقل، ونأمل هذا سوف يساهم في يعني تخفيض التكلفة وزيادة المنافسة للمستهلكين والمواطنين، مما يسهم في تطوير المنظومة العقارية ويسهم في تطوير الإسكان الذي يعني حقيقة هم كلنا نعيشه، ونأمل إن شاء الله أن نوفق في خدمة هذا القطاع، وشكرا جزيلا. شكرا معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة. والآن يقدم معالي الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد محور التمويل والرهن العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا شكرا دكتور فواز على تنظيم هذه الندوة ومحاورها كعادتك، دائما ما شاء الله منظم في كل هذه الأفكار. وأود أن أشكر منتدى جدة الاقتصادي لاختيار هذا الموضوع الهام جدا في هذه المرحلة من البناء وتطور عدد من الأنظمة واللوائح التي استعرضها الزملاء. وأود أن أشكر غرفة جدة وبالذات الشيخ صالح كامل على الدعوة الكريمة. سوف أستعرض معكم كما طلب مني مدير الندوة جوانب الرهن العقاري والتمويل الذي تشرف عليه مؤسسة النقد. استعراض شامل للوضع الحالي لمستوى التمويل، يوجد تقريبا 100 شركة تمويل تعمل في المملكة، وأكثر من 900 شركة تقوم بعمليات تمويل كنشاط ثانوي. تقريبا 6 شركات رأس مالها يفوق نصف بليون، و6 شركات ما بين 500 مليون إلى 100 مليون، و18 شركة ما بين 100 مليون و10 مليون. حجم التمويل في نهاية العام الماضي تقريبا 50 بليون ريال، وهو لا يمثل أكثر من 4% من حجم التمويل الكلي بما في ذلك ما تقدمه البنوك، ولا يمثل أيضا أكثر من 3% من حجم الاقتصاد. هذه مؤشرات مهمة تؤكد على الفرصة في النمو للتمويل العقاري والرهن العقاري في المملكة العربية السعودية. القطاع نما بمعدل تقريبا 25% خلال 5 سنوات الماضية لكي يصل إلى هذا الحجم، وإذا استمر بهذا النمو نتوقع أن له نمو كبيرا إن شاء الله
في دعم منظومة التمويل والإسكان في المملكة. كما تعلمون بعد دراسة كافة التجارب في الدول الأخرى الناجح وأيضا الذي أخفق في دول مختلفة، تمت صياغة عدد من الأنظمة واللوائح لتطوير مجال الرهن العقاري والتمويل والإيجار التمويلي، وصدر مؤخرا خمسة أنظمة: نظام التمويل العقاري والإيجار ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة الشركات شركات التمويل. هذه الأنظمة تشرف على تنفيذها مؤسسة النقد، وهي تقريبا 83 مادة في الأنظمة. وكذلك قامت مؤسسة النقد مؤخرا بإصدار اللوائح التنفيذية التي تكونت في أكثر من 163 أو 64 مادة تفصيلية. هناك نظامين آخرين هما نظام الرهن العقاري والنظام التنفيذ التي من مسؤوليات وزارة العدل. ولاكتمال أعمال هذا القطاع هنالك عدة أمور يجب أن تتوفر، وأولها إنشاء شركة إعادة التمويل، وسوف يتم إنشاء شركة برأس مال 5 بليون ريال يملكها ابتداء صندوق الاستثمارات العامة أو أي من الشركات التابعة له، وكذلك شركة تسجيل عقود الإيجار التمويلي. وأنا سعيد أيضا لأسمع من معالي الدكتور توفيق أن شركات التقييم والتثمين العقاري أيضا على وشك التطوير والإنشاء. كذلك من المهم جدا تطوير سوق ثانوية في الصكوك والتوسع في خدمات سمة، وأيضا من المهم لبناء هذا القطاع جمع ونشر المعلومات العقارية. الأهداف المتوخاة من هذه الأنظمة هو تطوير البيئة النظامية المتكاملة لممارسة عمليات الرهن العقاري والإيجار التمويلي، سواء للعقارات أو أيضا للأجهزة والسيارات وغيرها، ولكن موضوع اليوم هو موضوع الإسكان. ويوجد كافة الأنظمة اللازمة لتنظيم هذا القطاع ومحافظة على حقوق كافة الأطراف وعلى رأسها المستفيد. فقد ورد في لائحة نظام مراقبة الشركات في الباب 18 المادة 11 تقريبا 22 فقرة لحماية المستهلك أو حماية المستفيد، وتستعرض بكل تفاصيل دقيقة أهمية شمول العقد على معلومات تفصيلية واضحة توفر الشفافية والعدالة للمستفيد، وكذلك طريقة احتساب معدل النسبة السنوية الـ APR حتى يكون تكلفة منافسة وبحد أدنى على المستفيد. كذلك اللوائح تتطلب استخدام طريقة الرصيد المتناقص، وكذلك النظام واللوائح تستعرض كيف يتم السداد المبكر دون التكلفة المبالغ فيها على المواطن. كذلك اللوائح حددت طريقة الإعلانات ووضعها. لذا هذه اللوائح وهي تفصيلية، لا أود أن أستعرض كافة المعلومات، فهي موجودة في موقع مؤسسة النقد، تم إصدارها وسيتم نشرها قريبا في أم القرى لتصبح نافذة. كافة الشركات التي تعمل حاليا في مجال التمويل العقاري يجب أن تخضع لهذا النظام في خلال سنتين من تاريخ نشره، وخلال 9 شهور الأولى يجب على كافة الشركات أن تقدم لمؤسسة النقد خطة كاملة عن نيتها في مواصلة النشاط
وخطتها في توفير أمورها بما يتطابق مع الأنظمة واللوائح، أو خطة خروجها وعدم التأثير على الشركات والأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الشركات. لذا أتصور أن هذا القطاع المالي الجديد المنظم سوف يحد من المخاطر ويزيد من عدد الشركات التي تقوم بتمويل المساكن للمواطنين في بيئة منظمة ومخاطر محدودة وتكاليف أقل مما كان أول، بناء على المنافسة والشفافية حتى يستفيد المواطن وتنتشر هذه الخدمة. وشكرا. شكرا معالي الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد، وحاليا معالي الدكتور هاني أبو راس، ممثلا لصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، الذي يحضر حاليا احتفال جامعة الملك سعود بمرور 50 عاما، ولذلك يعتذر عن عدم الحضور. ولقد فوض معالي المهندس هاني الدكتور هاني أبو راس بأن يقدم المحور 5، وهو من أهم المحاور التي سنستمع إليها هذا اليوم، وهي الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشاريع الإسكان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أود أن أنقل تحيات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، اللي كان حريص جدا على الحضور لولا تعارض موعد الجلسة مع موعد مجدول من السابق وأشار إليه سعادة الدكتور فواز. وقد كلفني سموه بالمشاركة نيابة عنه، حرصا منه شخصيا وحرصا من وزارة الشؤون البلدية والقروية على المساهمة في هذا المنتدى الهام، لا سيما وأنه يناقش موضوع حيوي وهام جدا. كلنا متفقين أنه في احتياج لوحدات سكنية وفي حاجة للإسكان. السبب في هذا الموضوع هو عجز تراكمي في الحقيقة من سنوات سابقة، ومعدل احتياج سنوي متزايد تسبب فيه عوامل، من أهمها التركيبة السكانية للمملكة العربية السعودية، وغالبيتها من الشباب، وكلهم مع مرور الوقت سيكونوا أسر وبالتالي يحتاج إلى وحدات سكنية. شيء آخر أشار إليه معالي الدكتور الجاسر، الهجرة من المدن، من المناطق حول المدن الكبيرة، وبالتالي بحثاً عن العمل والدراسة، فبالتالي في احتياج أكبر، مو فقط الاحتياج لوحدات سكنية، ولكن يجب أن نتطرق إلى موضوع مهم آخر، وهو قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية. بالتأكيد في عوامل مهمة في هذا الموضوع، قيمة الوحدة السكنية المعروضة ودرجة السهولة واليسر في الحصول على القرض للحصول على الوحدة السكنية، وخصوصا من المؤسسات المالية التجارية. فبالتالي من المهم جدا أن الوحدات السكنية يعني نبدأ في توفير مساحات مختلفة بمواصفات مختلفة، وإيجاد آليات إقراض أكثر سهولة ويسر للمواطنين. المحصلة النهائية الطلب عالي جدا، الطريقة والنموذج التقليدي الحاصل الآن لن يفي بالغرض، وقد أشار معالي وزير الإسكان في استراتيجية لمحور مهم هو الشراكة مع القطاع الخاص. النموذج الحالي اللي نحن شغالين به، كل جهة تعمل بمفردها، وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الأمانات والبلديات توفر الأراضي، وزارة الإسكان تبني، وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الشركات الحكومية المملوكة للأمانات بدأت الآن في المساهمة ببناء وحدات سكنية، القطاع الخاص بيعمل وحدات سكنية. أنا عشان أعطي مثال لدرجة نجاح هذا النموذج الآن، وأخذ مثال مدينة جدة كأمين لها، في مدينة جدة الآن وزارة الإسكان بتبني 15,000 وحدة سكنية، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وهي الشركة الحكومية المملوكة للأمانة بتبني 25,000 وحدة سكنية، القطاع الخاص بيبني 6,800 وحدة سكنية.
قريبا سيتم اعتماد 47,000 وحدة سكنية لشركة جدة مع مطورين و 15,000 وحدة سكنية أخرى، المجموع كله 110,000 وحدة سكنية. احتياجنا في مدينة جدة الاحتياج التراكمي حتى عام 2013 265,000 وحدة سكنية، الاحتياج النمو السنوي والاحتياج السنوي 27,000 وحدة سكنية. توقعاتنا حتى عام 2027 نحتاج 651,000 وحدة سكنية. إذن النموذج التقليدي الحاصل الآن لن يساعدنا أبداً في الوصول إلى الهدف اللي نحن نسعى إليه. والإسكان كمشروع وطني هام لابد أن يتخذ نماذج وآليات جديدة غير تقليدية تحفز القطاع الخاص على المشاركة وتكون نماذج عمل جريئة يشاركنا فيها القطاع الخاص ويتحمل المسؤولية. إذا أذنت لي أنا بدي أعرض نموذجين من النماذج اللي نحن نقترح ونرى أنها قد تساعد على زيادة عدد المعروض من الوحدات السكنية ومشاركة أكثر فعالية مع القطاع الخاص. النموذج الأول أنا بدي أشرحه ببساطة شديدة وبعد كده أبغى أطبق النموذج ده بأرقام حتى نستطيع أن ندرك النموذج وفائدته. النموذج الأول الأمانات توفر أراضي لوزارة الإسكان. وزارة الإسكان كالمعتاد تنفذ المخطط العام وتنفذ البنية التحتية. وزارة الإسكان من خلال الشراكة مع الشؤون البلدية والقروية من خلال الأمانات نبدأ في تكليف الشركات الحكومية بتنفيذ جزء من المساحات المخصصة للإسكان مقابل إدارة ويعني مارجن بسيط جدا، لأنه الشركات الحكومية لن تهدف إلى الربح وإنما الدعم والمساند. الجزء الآخر سيكون هذا كله مطور، فبالتالي وزارة الإسكان تستطيع أنها تقدم الجزء المطور للقطاع الخاص مقابل أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ عدد معين يعادل القيمة المدفوعة في البنية التحتية من المساكن لوزارة الإسكان، وما تبقى من أراضي يتم تطويرها من المطور على شكل ماركت برايست هاوسينج ويبدأ في عملية توفيرها للسكان. الميزة في هذا الموضوع شيء مهم جدا، هو بناء مجمعات ومجتمعات سكنية أو مجمعات سكنية تحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. نحن من وجهة نظرنا أنه عدم تحقق اندماج اقتصادي واجتماعي في أي مشروع إسكان سيكون في خطورة. لو أردنا أن نطبق الفكرة البسيطة هذه ونشوف تأثيرها بالأرقام، إذا سمح لي معالي وزير الإسكان أنا أخذت نموذج ولكن الأرقام كلها أرقام من عندنا. النموذج هو أحد مشاريع الإسكان في شمال المطار. وزارة الإسكان مشروعها المرخص له من أمانة محافظة جدة 4534 وحدة سكنية. قمنا بعمل افتراضات مبنية على أسعار السوق وقدرنا التكلفة بثلاثة مليار ومية مليون. بتطبيق هذا النموذج نستطيع أن نزيد هذا العدد من 4,000 إلى 6,000 بزيادة تقريباً 45%. النموذج الثاني، نحن كلنا بنتكلم وبنقول الأراضي الفضاء وكيف نحفز ملاك الأراضي الفضاء. أنا أعتقد النموذج الثاني هو نموذج مهم جداً في عملية تحرير حالة الجمود إلا بتعاني منها المدن بوجود أراضي فضاء وغير مطورة. النموذج هذا بيعتمد إنه ملاك الأراضي الفضاء من خلال الأمانات مع وزارة الإسكان يتم تحديد عدد من هذه الأراضي، بعد كده يتم تطوير مخططات لهذه الأراضي الفضاء حسب اشتراطات الوزارة ورغبة ملاك الأراضي بشكل يكون مناسب للطرفين. وزارة الإسكان تستطيع أن هي تؤدي البنية التحتية وبكل تأكيد مقابل ما صرفته في البنية التحتية يكون لها الحق في أنه المطور أو المالك يقوم بتطوير عدد من الوحدات السكنية يعادل ما تم صرفه، وبالتالي نوفر عدد أكثر من الوحدات السكنية. لو أردنا أن ننفذ طبعا هذا بيحقق نفس الهدف، أنه نحن بنوجد مجمعات أو مجتمعات سكنية تضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. تأثير نموذج زي هذا على نفس المثال
هو نستطيع أن نزيد عدد الوحدات السكنية بما يعادل 85%. هذه دلائل على أن مشاركة القطاع الخاص مهمة جدا ويمكن أن تزيد في المعروض إذا تمت بالشكل المطلوب. وبشرنا معالي الوزير اليوم أنه مشاركة القطاع الخاص ودور الوزارة يعني الهدف منه مع مرور الوقت سيكون دور منظم ومراقب لهذه العملية. قبل ما أختم كلمتي أنا أود أن أتوقف عند نقطتين مهمة. أنا أدرك أنه موضوع المنتدى هو الإسكان والكل بيتكلم عن وحدات سكنية، ولكن لابد أن نتكلم عن المجتمعات السكانية communities، مش فقط وحدات سكنية. المجتمعات السكانية تحقق الاندماج الاجتماعي، الاندماج الاقتصادي. نحن في مجتمعاتنا الشخص البيت بالنسبة له هو الأصل الأهم، يعني الأسد الأساسية. وجودها في شكل communities تحافظ على قيمتها مع مرور الوقت، وهذا شيء مهم جدا. النقطة الأخيرة يجب أن لا نغفل أبدا الأحياء العشوائية من خططنا في عملية الإسكان. على سبيل المثال في مدينة جدة لدينا 56 كيلومتر مربع أحياء عشوائية، وهذه كلها مناطق لها يعني قابلية كبيرة جدا إنه نحن نخلق فيها إسكان، وبالتالي يستطيع الموجودين ينتقلوا إلى نفس منطقتهم ولكن بجودة معيشة أفضل. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الدكتور هاني أبو راس، وأعتقد أننا استمعنا إلى هذا التناغم بين معالي الوزراء في موضوع من أهم مواضيع الساعة في المملكة العربية السعودية. لدينا وقت كاف أبشركم للأسئلة والنقاش، ولكن أرجو من الجميع أن تكون الأسئلة في صلب موضوع الجلسة وعدم تكرارها، ولكم جزيل الشكر. نبدأ من اليمين لو تكرمت، تفضل. آخر واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سلطان فادن من أمانة جدة. تحية لأصحاب المعالي. سؤال موجه إلى معالي وزير الإسكان. الشريحة الأخيرة في الاستراتيجية الوطنية ذكر أدوار ثلاث قطاعات: الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمع المدني. حاليا لم يعتمد نظام المؤسسات المدنية، فهل في توجه أو في بوادر خير أنه سوف يعتمد، وبالتالي الاستراتيجية الوطنية سوف تفعل وأكبر؟ جاوبنا. تفضل. بالنسبة للنظام المؤسسة أو المقصود بالمؤسسات المجتمع المدني هي من ضمنها المؤسسات التي تعنى بالإسكان الخيري. لدينا حقيقة في المملكة العربية السعودية مؤسسات كثيرة جدا الآن هي قائمة وتقوم بتنفيذ سواء تنفيذ إسكانات أو تنفيذ برامج تتعلق بالإسكان، لأن جزء من بعض المؤسسات هذه التي تقوم فيه ليس فقط هو البناء، ولكن حتى التأهيل لبعض قاطني هذه الإسكانات. بالنسبة لموضوع النظام، النظام حقيقة لا أعلم حقيقة أين مساره الآن، ولكن أعتقد أنه هو في يعني في طريقه إلى الصدور وأن يصدر لمثل هذه المنظمات أو التي ذكرتها، لكن حقيقة ما تسعفني الذاكرة أن يعرف وين موجود هو الآن، لكن أعتقد أنه إن شاء الله بيكون في طريقه إلى الصدور. شكرا. السلام عليكم. قاسم صالح الشيخ، مجموعة بلادنا السعودية. أستاذ فواز، نقدر نسأل 3-in-1 مدام في وقت؟ السؤال الأول معالي وزير الإسكان، هل نحلم ببناء مراكز أحياء متكاملة في هذه
المشروع الإسكاني في كل مدينة من المدن يرعاكم الله. وسؤالي لمعالي وزير التخطيط والاقتصاد، ما هي رؤية ورسالة وأهداف الوزارة في هذا المضمار؟ والسؤال الأخير لمعالي الدكتور فهد المبارك. أخي فهد، ذكرت بأن القانون حيكون ب 164 صفحة، هل نتمنى أن يتم اختصارها إلى 64؟ السلام عليكم. شكرا الأخ قاسم صالح الشيخ. بالنسبة أنه ذكرت أنه نحلم ببناء أحياء متكاملة في المشروع الإسكاني، إن شاء الله أنه بإذن الله الحلم هذا أنه واقع، يعني واقع على المخططات التي حتى اعتمدت، ويمكن اللي عرضها قبل قليل الدكتور هاني، يعني هي عبارة عن يقوم بها متخصصين أولا بالإسكان التخطيط الحضري، ويقومون ببناء مثل هذه المجمعات ب يعني دراسة أحوال الموقع، ودراسة حتى اندماج هذا الموقع بالأحياء القائمة، اندماج مثل هذه المجمعات السكنية بالكتلة العمرانية القائمة، توفر أراضي لجميع الخدمات التي يحتاجها القاطنون في هذه الأحياء، توفر الخدمات أولا وقبل ذلك المساجد تكون في متناول، سواء مساجد جامع أو مساجد محلية أو مساجد صغيرة للأحياء، وبعد ذلك الخدمات الأخرى، خدمات تعليمية، خدمات صحية، خدمات تجارية، خدمات أمنية، خدمات حتى ترفيهية، خدمات يعني يوضع لها مواقع، لأنه أنا أتفق حقيقة معك اتفاق كامل، وحتى يمكن تكلم فيها في آخر عرضها اللي هو الدكتور هاني أمين محافظة جدة، أنه القصد من ماذا ستكون هذه المجمعات السكنية. نأمل حقيقة حتى في اللي يتم الآن تصميمها في خارج المدن، حتى في بعض المحافظات لابد أن ننظر أيضا إلى أن تكون هذه المجمعات مريحة، بحيث يكون قريبة من المصادر الاقتصادية. الناس الذين يسكنون بهذه الأحياء بالطبع هم يسكنون يتعاملون مع المواقع المحيط بهم، المفروض أن يعيشون عيشة تكون يعني فيها خدمات متكاملة، وأيضا يستطيعون الحصول على الوظائف تكون قريبة منهم. فهذا بإذن الله كما تكلم الأخ قاسم بالنسبة للحلم، ويحق له حقيقة أن يحلم، ولكنه بالفعل ترى هذا الأمر هو في الحسبان، سواء من قبل يعني وزارة الإسكان أو حتى من قبل من يعتمدون المخططات لوزارة الإسكان وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، هم يراجعوننا في مثل هذا الأمر. فالمخططات اللي عرضها قبل قليل الدكتور هاني عن مشروعين في مدينة جدة لوزارة الإسكان، عمل حقيقة هذا الجانب وهذه الدراسات المهمة، ولكن لابد أن تكون تستغل مثل هذه الخدمات، يعني لا نكرر خدمة تكون في الحي المجاور، وعندما لا يكون هناك خدمة في الحي المجاور لابد أن توفرها وزارة الإسكان في الأحياء التي تنشئها. أتمنى أني أجبت على الأخ العزيز وشكرا. معالي الدكتور محمد الجاسر، ما هي رؤية الوزارة؟ سؤال جدا ممتاز، لأنه الإسكان أحيانا ينظر له فقط من ناحية احتياج الأسرة، وهذا يمكن أهم جزء، لكنه ليس الجزء الوحيد. الإسكان هو منظومة متكاملة من النشاط الاقتصادي في أي اقتصاد. الصناعات المنبثقة عن قطاع الإسكان هي صناعات واعدة وكبيرة وموظفة، فالإسكان هو تكلفة في حالة لكنه دخل في الحالة الأخرى أيضا للعاملين في هذا المجتمع. ولذلك في وزارة الاقتصاد والتخطيط نسعى إلى تكثيف التنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة، بحيث أنه عندما يبنى ذلك المسكن تكون الخدمات أيضا واصلة لهذا المكان، بحيث أنه كما ذكرت يتحول من مبنى إلى مسكن. لكن أيضا خذ مثلا صناعة الإسمنت في المملكة، الآن تضاعف إنتاج الإسمنت في المملكة إلى أكثر من 45 حوالي 50 ألف طن خلال أقل من 10 سنوات. هذه صناعة واعدة وتوظف ناس وتوجد مجال كبير جدا للتوظيف. سوق الرهن العقاري هذا من أكبر الأسواق اللي ممكن تتكون في الاقتصاد، توفر سكن لمن لديهم دخل منتظم بشكل أسرع،
لكنها أيضا توفر وسيلة للادخار للأسر، بحيث أنها تدخر، لأن السكن نفسه هو وعاء ادخاري في المقام الأول، ولكنه أيضا يتحول من وعاء ادخاري إلى وعاء استثماري في فترات لاحقة من حياة الأسرة. التحول المجتمع إلى مجتمع حضري أوربن، هذا يجيب معه يعني إيجابيات وسلبيات أيضا، الكثافة، التلوث، الجرائم، الاحتياجات الكثيفة في مكان صغير للطاقة، للماء، لكل الاحتياجات المجتمع المدني، هذه أيضا تحديات نريد أن نأخذها أيضا بالحسبان في كل الوقت. لكن كنشاط اقتصادي أرجو أيضا أن لا ننسى ذلك، لأنه لو تنظر إلى كل اقتصادات العالم، قطاع الإسكان هو قطاع مهم جدا بالنسبة للنمو الاقتصادي وبالنسبة للتنمية المستدامة في أي مجتمع. طبعا الاستقرار الاجتماعي لمالك السكن هو من أهم عناصر الاستقرار الاجتماعي والسياسي في أي مجتمع، ولذلك أيضا هم توفير السكن الكريم كما توفير العمل الكريم هو أيضا هاجس لهذه الدولة في كل وقت وزمان. شكرا. معالي الدكتور فهد المبارك، هل بالإمكان تقليص مواد النظام؟ المواد هي أو 160 هي 160 مادة وليست صفحة، وهي سهلة القراءة والفهم، وتم وضعها بالتشاور مع مختصين، وأيضا تم عرضها على الجمهور من خلال موقع مؤسسة النقد وأخذ مرياتهم، ووصلنا أكثر من 1000 اقتراح وتوصية، وأخذ معظمها في الاعتبار حتى تكون عملية وسهلة وواضحة وتحمي كافة الأطراف المتعاملين في هذا القطاع. شكرا. شكرا معالي الوزراء. السؤال تفضل. دكتور عبد الله بن ربيعان، مستشار الاقتصادي لصحيفة الحياة. سؤال لي ميل لي للدكتور شويش. طبعا اعذرني دكتور، يعني خلال 3 أشهر يعني ذهبت كثيرا للبحث عن أرض، وأريد أن أخبرك بأن بعد كل خروج لكم في وسائل الإعلام هوامير الأراضي يزيدون في المتر 100 أو 150 ريالا. السبب البسيط أنه كل الخروج سواء في مع داود الشريان أو تحت قبة الجزيرة أو مع عكاظ أو اليوم، كل ما تقولونه هو دعم لجانب الطلب، بمعنى ناموا يا هوامير وسنوصل المواطن من عن طريق القروض والقرض الإضافي وغيره إلى ما تريدون، بمعنى أنه ليس لكم أي جهود في مثلا زيادة جانب العرض، فرض ضرائب على الأراضي البيضاء، كسر الاحتكارات، وإن كنتم أشرتم البارح وإن كان إشارة مقتضبة لمثل ذلك. فاللي صاير الآن في السوق أن هناك الاحتكار الكبير يبدأ من الأراضي، والسبب أو الغلاء نشأ من ارتفاع أسعار الأراضي بسبب الاحتكار بسبب غير ذلك، وأنتم تعرفون كل هذه الأشياء. في الجانب الآخر كل الجهود اللي عملتوها اللي طبعا مقدرة ومشكورة، ولكنها تصب في جانب الطلب أو تعزز جانب الطلب، وتحمل المواطن أيضا يعني نفقات إضافية، يعني لو تدخلنا في تعديل جانب العرض لربما كان نصفها كافي. فالآن لدينا القرض الصندوق، ولدينا الآن القرض الإضافي، ولدينا أيضا ما استثمره المواطن. لماذا كل هذا الشيء ونحن نستطيع أن نحدد أو أن نؤثر على جانب العرض بحيث أنه ينخفض السعر مبدئيا، ومن ثم نبدأ في تطبيق ما نريد بعدها من أنظمة، لأن كل هذه الأنظمة كلها تصب في صالح الهوامير حقيقة. وهذا ما قلته لكم، أنه خلال 3 أشهر الآن أنه بعد كل ظهور أنتم تعززون جانب الطلب وتقولون أننا سنزيد وسنزيد القرض المعجل وسنزيد القرض الإضافي، وكل هذه الأشياء هي الديماند إفكت أو تؤثر على الطلب، ولكن ماذا عن جانب العرض؟ خصوصاً أنه الأراضي كما تعلمون محدودة، لا يمكن زيادة عرضها بسرعة، فهل ننتظر إلى أن تنتفخ وتزيد الأسعار وتتضخم عما وصلت إليه اليوم؟ طبعاً سؤالي أيضاً إذا كان ممكن. شكراً. لو سمحت إذا ممكن حتى تفضل معالي الدكتور. شكرا الأخ عبد الله.
طبعا فيه قضايا يعني واضحة جدا ومهمة، وهي موضوع الطلب والعرض. يعني ما هو الأفضل؟ هل الأفضل هو دعم الطلب أو هو دعم العرض؟ بالطبع يعني المفروض أن نحاول أن ندعم العرض أكثر لكي تكون الأسعار في مثل ما ذكرت. موضوع أنه هناك في ارتفاع في الأراضي حقيقة، وهذا واقع، هناك ارتفاع في الأراضي. لذلك يعني يمكن حتى ما أسعفنا الوقت أن نعرض كل ما هو مكونات الاستراتيجية. مكونات الاستراتيجية من ضمن التوصيات اللي موجودة فيها هو النظر في موضوع الأراضي، سواء بفرض ضريبة على الأراضي بالنظر فيها. لكنه يعني سؤال الأخ هو بالفعل يعني سؤال في مكانه، وهناك يعني في سوق الإسكان طلب وعرض، ولا بد أننا نجد من الطرق لدعم هذا العرض. ولكن لماذا نحن في موضوع أنه الطلب؟ الطلب هو عبارة عن أمر مقرر للمواطنين، وهو واجب على وزارة الإسكان، وأن تحاول أن تلبي هذا الحق للمواطنين المستحقين لكي توصل لهم أكبر مما هم يعني أكبر عدد مما هم يستحقونه، سواء وحدات سكنية سواء القروض التي تسلم لهم. هذا بالطبع عندما يعني توجد وزارة الإسكان عدد من القنوات أو عدد من البرامج لكي توصله، لأن هذا حقيقة هو واجب على وزارة الإسكان لكي تقدمه المواطنين. نأتي للجانب الآخر اللي هو جانب العرض. بالفعل لابد أن يكون العرض يعني يتواءم مع الطلب، ليكون بالطبع الأسعار في متناول كما ذكر الأخ المواطن في سؤاله. ولكن حقيقة ولكي الواحد يكون يعني أمين، لأن يتكلم باسم زملائي في الإسكان، أنه يعني لابد تتضافر جهود كثيرة جدا. لابد أننا نحاول نضخ أراضي في سوق الإسكان بأكبر قدر ممكن. لابد أنه تعتمد مخططات كثيرة جدا، بحيث يكون هناك المعروض كثير جدا. الإشكاليات اللي قد تكون في بالنسبة للصكوك لبعض المواقع لابد أن يتم البت فيها وحلها بأسرع وقت ممكن، والهدف من ذلك هو زيادة العرض. السؤال أو الجواب اللي أنا بجاوب الأخ لأني ما أسأله هو يسأل وأنا أجيب، أنه هل تستشعر هذا الأمر؟ نعم. هل وزارة الإسكان تراقب مثل هذه الأسعار وارتفاعها؟ نعم. هل هناك واجب على وزارة الإسكان أنها تحاول أن تتدخل وأن توجد بعض النقاط والتشريعات؟ وهذا يمكنني ما تكلمت عنه اليوم، لكن تكلمت عنه حقيقة في الكلمة أمس. نعم، لأنه لابد أن يكون القرض الذي يقدم للمواطن ويريد أن يبني بيت هو أن يحصل على أرض، فأنت كيف تعطيه قرض في صندوق التنمية العقاري وهو مهو ممكن عنده أرض؟ هذا جانب حقيقة لابد أنه وزارة الإسكان أنها هي تسعى إليه، وتحاول حقيقة أن توجد له الحلول، ويكون ذلك إن شاء الله بأسرع وقت ممكن. وشكرا. شكرا. معالي الدكتور محمد الجاسر يضيف. لو سمحتوا يعني ما أعتقد الدكتور شويش يحتاج مساعدتي هنا، لكن مسألة التفاعل مع البيانات والمعلومات والإحصاءات هذا هم مشترك بالنسبة لنا في الحكومة، لكن أيضا بالنسبة للمجتمع وخاصة بالنسبة للصحافة. ولذلك مهم جدا أنه ننقل البيانات أيضا بشكل دقيق، لأنه إذا ما نقلناها معناه إحنا نساهم أيضا في إيجاد صورة غير دقيقة. يعني أنا أعتقد عندما نبالغ مثلا في عرض الإحصاءات عن الأسر التي ليس لديها سكن، أنت هنا أيضا تصب في خانة زيادة في خانة كما ذكرت هوامير العقار أو ما إلى ذلك، لأنك تبالغ في حجم المتاح غير المتاح من السكن. يعني الشيخ صالح كامل دعاني وتحدثت أنا وقلت إنه هذه هي الإحصاءات التي صدرت عام 2010، وهي منشورة على موقع مصلحة الإحصاءات العامة والإسكان بالتفصيل، في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالتفصيل. أعتقد أنه من واجب أيضاً الصحافة والأساتذة في الجامعات والمدارس أنه ينقلوا البيانات أيضاً بشكل دقيق، لكي لا يزيدوا الاحتقان في تقدير الفجوة مثلاً في الطلبة الموجودة في الإسكان.
الشيخ صالح كامل حتى كتب لأحد الجرائد يريد أن يصحح معلومة ولم ينشروا حتى التصحيح من واقع البيانات المتاحة. فالعب ليس فقط على وزارة الإسكان، أيضا العب علينا إحنا كمواطنين في المقام الأول أن نتحرى الدقة في نقل البيانات لكي لا نصب في هذه الخانة أو تلك الخانة. فالمسؤولية جماعية وليست أحادية. شكرا. شكرا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط. تفضل. عفوا عفوا. الو الو. اعطيتوني الدور هنا. لا جاي بعد الاخ الموجود هنا. هذا ما هو بعدل. تفضل. شكرا. نحن ماشيين بالطريقه دي. تفضل. شكرا للمنظمين. الصوت. شكرا للمنظمين لهذا المنتدى وشكرا لمعالي الوزراء. في الواقع السائل الذي قبلي غطى موضوع الأراضي وهو موضوع شائك وحساس ويجب أن ينظر إليه بجدية. أيضا بالنسبة للدكتور الجاسر، أنا أقدر ما قلتم فيما يخص بعض المبالغات، ولكنني أرجو ألا ننتقل إلى مرحلة الدفاع عن وضع حقيقي قائم في المجتمع. الدكتور جاسر، بصفتكم توليتم حقيبة وزارة التخطيط والاقتصاد مؤخرا، ألا تروا أن هناك إخفاق شديد في موضوع التخطيط هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم؟ وإذا أقريتم ذلك أو إذا وافقتموني في هذا الرأي، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذا الوضع التخطيطي في الأساس؟ لأنه مع احترامنا لكل الإنجازات ومع اعترافنا لكل الإنجازات، وأنا أتكلم هنا كسفير سابق عملت خارج البلد 15 سنة وعدت لأبحث عن سكن، وجدت الأراضي سكاي روكتين يعني مرتفعة. ألا ترى يا معالي الوزير أنه ينبغي أن يكون هناك وضع تصحيحي للإخفاق في التخطيط الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة؟ وشكرا. لا أعتقد أنه هناك إخفاق، وأنا هنا لست مدافعاً، لكن يجب أن نأخذ الحقائق. أنا ذكرت بعض المعلومات. الصندوق العقاري خلال 7 سنوات الماضية أعطى قروض أكثر من 20 سنة اللي قبلها، والسبب النمو السكاني اللي حصل في هذا البلد خارق جداً. يعني أنت عندك الآن أكثر من 10 مليون غير سعودي عايشين بيننا، هذه ما كانت في الحسبة. يعني لو ترجع للخطط كان النمو في العمالة غير السعودية أقل من ذلك بكثير جداً جداً جداً. الطفرة العمرانية في البلد والطفرة الاقتصادية استدعت أنه نحضر أعداد كبيرة جداً من العمالة. وأعتقد الآن لو تتكلم مع معالي وزير العمل بيقول لك الآن المخططات أنه نقلل من حجم العمالة غير السعودية، وهذه عمالة أيضاً تحتاج إلى سكن. أعتقد أنه الآن اللي حصل في الصندوق العقاري والذي حصل الآن في أكثر من 500,000 وحدة، والنمو اللي حاصل في قطاع الإنشاءات في الاقتصاد، يعني أنا ذكرت آخر معلومة على الأقل عندي من وزارة الشؤون البلدية والقروية، من 34,000 ترخيص إلى 103,000 ترخيص خلال عدد قليل من السنوات ارتفع. واضح أنه العرض قاعد يزيد بشكل لافت، ولذلك أعتقد أنه من المهم أيضا أن نكون نحن أيضاً حريصون على الدقة في التعبير، يعني والدقة على عرض البيانات حتى نركز على المواضيع الأهم، وهي كما ذكر معالي الأخ الدكتور شويش عرض الأراضي مثلاً. هذا من الهواجس المهمة جداً، وهو يعمل عليها وكل الدولة تعمل عليها الآن لتوفير عدد أو كمية من العرض بالنسبة للأراضي أفضل مما هو موجود الآن. لكن لن ينفعنا أن نشكك مثلاً بالأرقام الموجودة والتي هي دقيقة وعملت بأفضل الأساليب، أو أن نقول أن الأسرة هي كل فرد وأسرة، أنه أنا مثلاً عندي بيتي
عيالي 6 وأنا وزوجتي 8 إذا نحتاج 8 بيوت، ولا معناه الإحصائيات غير دقيقة. هذا لا يفيد في موضوع لا في موضوع التخطيط ولا في موضوع موازنة العرض والطلب بشكل جيد، لأنه إذا زاد العرض عن الطلب أيضا معناه أنه صاحب المنزل سوف يتأثر وإلى آخره. لكن التحدي موجود، ولذلك المؤتمر هذا كله عن الإسكان والنمو السكاني، ووجودنا نحن هنا 4-5 وزراء موجودين هنا أيضا لأننا نقول هناك مشكلة ويجب أن نحلها، لكن لن نحلها بمبالغة أو تجاهل الإنجازات وجلد الذات. نحتاج أن نعترف بما هو موجود ونعزز العزم والثقة بأن هناك الكثير الذي نستطيع أن نعمله أيضا لتحسين الأمور. شكرا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط. من طرف السيدات تفضلي. عفوا. ايوه اوكي عفوا. اسيا عبد الله آل الشيخ، تمكين للحلول المستدامه، متخصصه في الاستدامه والتنميه. لي سؤال مكون من شقين يتطلب بالرد اذا سمحتوا من متحدثين. الاول للدكتور شويش، حكاية الموضوع الإسكان طبعاً حكاية معقدة كثير، ويعني كلنا نتفق على الخلفية اللي سمعناها. أنا أتصور أن واحد من الأفكار اللي ما شفتها في العرض يمكن هو تقسيم الأدوار بعد على جهات حكومية. يعني إحنا نعرف أن معظم السعوديين يشتغلوا في القطاع الحكومي، فما أدري إذا كان كل جهة حكومية لو تقوم توفير مثلا سكن من خلال سكيم معين مثلا شراكة مع القطاع الخاص بتوفير السكن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الدكتور توفيق ركز كثير على جهة حماية المستهلك في هذه المنظومة، وما لا شك في أن حماية المستهلك طبعا ترتبط ارتباط وثيق برفاهية الفرد في نهاية الأمر، وهذا ما في شك أنه يتطلب تنسيق وثيق بين المشرعين والمشرعين بما يسمى اليوم بشيء جديد اسمه تشريعات مسؤولة. التشريعات اللي ما بعد يومين نقول واو لا هذه غلط. فهذا النوع الجديد من الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص من طبعا النماذج الجديدة ذكر معالي الدكتور. بالنسبة لربط المشروع بالشبكة العامة، أنا بس بدلل على نقطة واحدة وهي مشروع الذي لدينا في شمال مدينة جدة. يمكن معي الشخص اللي طالبني مرتين وقدمنا الدراسة ورجعها حتى يتأكد من الدراسة المرورية، وهو أمين مدينة جدة هاني بوراس. عندما أردنا الاعتماد طلبنا يعني أن نقدم دراسة مرورية وسيموليشن موديل بحيث أنه يتأكد من أنه الربط يكون ربط جيد بالمشروع وبالمشاريع المستقبلية اللي جنب المشروع. يعني جنب مشروعنا مثل الاستاد الرياضي، كيف سيكون تأثير الترافيك بالنسبة للاستاد الرياضي، كيف سيكون تأثير الترافيك في المدينة في المستشفى اللي سيكون جنب هذه المنطقة. فأنا أطمئنك أخيتي، وحقيقة يعني أشكر لك هذا الشعور ولله الشهادة بأنك وأمثالك أنتم الوقود، وأنتم حقيقة الذين تحفزون من يعمل أن يزيد، وتحفزون من يخطئ أن يعدل المسار. والحمد لله أنه يعني هذا الكلام نسمعه من الشباب بمثل هذه الروح، والتي تتكلم عن ولادة فجر جديد كل يوم. فلك حقيقة من الأعماق الشكر الجزيل، وشكرا. شكرا شكرا مع الوزير، تفضل. شكرا. أولا أنا عبد الله العلي النعيم، أمين مدينة الرياض سابقا، وأظني كثير من الناس يعرفوني.
أنا ما عندي أسئلة لكن لا أريد عليها إجابة. أولاً تعلمت من هذه الجلسة ما لم أتعلمه خلال 10 سنوات الماضية. لي ملاحظات. أولاً بالنسبة للمعالي الدكتور شويش، من صكوك الأراضي لا أريد أن تكون مشكلة. أول مشروع إسكاني ناجح بالمملكة بني على أرض ليس عليها صك شرعي، وجميع الإدارات الحكومية من مدارس ومساجد ومستشفيات ودفاع مدني وغيره في مدينة الرياض حصلوا على أراضي من الأمانة وبنوا عليها بدون صكوك شرعية. أرجو أن لا يكون الحصول على الصك الشرعي عقبة في تنفيذ المشاريع. ثانياً أنا أود من الأخ شويش أن يوسع صدره كثير لأنه بيسمع كثير، ولولا أن يخاف من اللي وراي تكلمت بتوسع. دور وزارة الإسكان يجب أن يكون محدوداً وواضحاً. نعم كلنا نتعاون في سبيل تحقيق المساكن ما أمكن، أقول ما أمكن. نقطة لم تتحدث عنها وهي الجمعيات الأهلية أو المبادرات الفردية، وإن كانت تحت ظل الجمعيات، وهذه سأتحدث عنها بتوسع بكرة غدا إن شاء الله. بالنسبة للأخ أبو سليمان ذكر أنه النمو السكاني هو الذي أسرع في قروض صندوق التنمية العقارية، والحقيقة أنا أريد أن أضيف أن 72 مليار ريال اللي دفعها أبونا وقائدنا عبد الله بن عبد العزيز لصندوق التنمية العقارية دفعة واحدة هي اللي أسرعت في هذه المشاريع اللي تقول عليها. 72 مليار دفعة واحدة. أنا عاد عندي ملاحظة صغيرة أو عتب أو توجيه لأخي وزميلي وابني هاني. نحن على بعد خطوات من مسجد الحرام حيث نزل القرآن باللغة العربية، والشروحات التي وضحتها هنا كانت باللغة الإنجليزية. رجائي انظر إلى جدة وقربها من المسجد الحرام، وشكرا. شكرا 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 شكرا، مفيدة جدا. تفضل. السلام عليكم. Good afternoon. My question relates you to are, the. You are going to be next. You are going to be next, definitely. But I'm choosing two from here, two from there, and so on. السلام عليكم ورحمة الله. أنا سامع المنتدى والجميع الوزراء الله يحفظهم كلهم يتكلم على جدة. مكة ما لها حظ يتكلم في المنتدى هذا. مكة الآن هدت كلها، ما في بيوت وما عاد في إسكان غير بعد 3 سنوات. بعد 3 سنوات حتستلم الوحدة ب8000 ريال. أي واحد يقدر يسدد 8000 ريال ويدفع 150 مقدم. أنا عندي حل، بلاش نتوسع وتمدد طولي، ليه ما نصعد على فوق؟ إذا كان واحد رب أسرة يستحق قرض ويستحق أرض وعنده 5 أبناء مفروض 6 أراضي و6 قروض. الستة القروض هذه ب3 مليون، أنا ما أديله ستة أراضي بيقول له 500 كمان 3000. أنا أديله واحدة أرض 1000 متر وخليه يسوي حديقة ويسوي 6 شقق وأعطيله 3 قروض. وصلت الفكرة. أرجو إنه هذا يدون في المحضر حق النهائي. شكرا لكم. حاضر، شكرا جزيلا. Please would you like to give your question? Good afternoon. My name is Anna Lucia Lindt. I'm a banker from Switzerland and Germany. I just like to make an ad. I would think to say the problem in Saudi Arabia about the housing is problematic, but it's not dramatic. And from my experience, I think I'm around the world throughout the months that I travel for my business. And I think with a base of youth, 1% of young people who you could still motivate to build this country, housing is for me not the worst problematic you have. My question will be, is the government of Saudi Arabia ready to receive new ideas, new proposal, and new help to increase
the employment in the young people. To be the example of us in Europe, we receive a lot of push, and I'm coming from a very small island, and I did a great career in Europe because I received a lot of motivation. Is there help that you all need that could come from outside to help you build up the country and support the housing for the young couples in the future? Thank you very much. Thank you. Thank you for the question. You are asking who out of the excellencies here in this panel that question. The Minister of Housing, the Minister of Economy and Planning, the Minister of Commerce and Industry. Who are you posing the question to, please? I'm placing the question to all of you on the panel who thinks that ideas from foreigners could be a help for Saudi Arabia government. Throughout the government is where you could get to your people to give them the motivation, the ideas. Thank and you. The real source Thank you. To get into housing. Thank you. So it is an idea, not a question. Okay, thank you very much. So is there a last question, please, from the ladies section? Good afternoon. Yes, my question is actually to the minister, the MOMRA, Ministry of Commerce and Ministry of Housing, and they can determine if it's relevant or not to their agency. What I'm wondering is regarding the planning policy for integrated community, which we've been discussing today. We saw the inspiring example of Singapore, how much they were able to provide housing, the percentages, and the degree of satisfaction, how they accommodated the numbers there, as well as the fact that they really created towns. And so building on that example and hearing from people today about how that is a desired model, I am wondering whether or not the current planning policy reflects those goals, and secondly, if there are restrictions in place to disallow the kind of housing which we've seen result in sprawl in the United States, for example, and whether or not there will be a concerted effort to really support housing plus these other services, and what the form of that in terms of the legislation and the policy is. So that's why I was not sure which agency to address this question to. Thank you. Thank you. So you would like one or the three ministers to answer this question? Can we have one? Well, I guess we can. Okay. Which one Thank you. Has that jurisdiction? I'm afraid I don't know the right Dr. one. Dr. Hani Abu Ras will answer this question. He's the mayor of Jeddah. في البداية التخطيط العمراني بيخضع لمعايير واشتراطات معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية وبتراجع بشكل مستمر. والدليل على ذلك إنه في فترات مختلفة بتطلع تعاميم و تحديثات لأدلة واشتراطات التخطيط العمراني. فرجوعا على السؤال، العملية التخطيط واشتراطات التخطيط هي عملية مستمرة بيؤخذ فيها كل ما هو جديد وكل ما يحقق يعني في نهاية الأمر راحة المواطن. فهذه إجابتي على الجزء الأول من السؤال. شكرا جزيلا. أشكر الجميع على الحضور وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم كما أنا استفدت من هذه الجلسة. فقط لأعطي لكم معلومة بسيطة جدا، عدد الأسئلة من طرف السيدات 9، عدد الأسئلة من طرف الرجال 8، فسأعطي الأرضية لسعادة الشيخ صالح كامل لكي يكون متعادلين. تفضل. الحمد لله رب العالمين على نجاح هذه الجلسة الموفقة، والشكر باسمي وباسم إخواني أعضاء مجلس إدارة الغرفة لأصحاب المعالي الوزراء الذين تكبدوا عناء الحضور من الرياض مرة أخرى إلى هذا المنتدى لمشاركتنا في هذه الجلسة الرئيسية للمنتدى. وأعتقد أنها كانت جلسة هامة جدا وتمتعت بشفافية وأعطتنا جرعة من المعلومات أرجو أن نتعامل معها
وخصوصاً وسائل الإعلام باحتراف، لأنه المعلومات التي عرضت بعضها يعني قد يكون لأول مرة يعرض في منتدى عام أو يعرض لوسائل الإعلام، فأرجو أن يكون التناول لها بما يتناسب مع الواقع، وألا نتناولها مبتورة وعلى طريقة لا تقربوا الصلاة ونصمت، لأنه مصيبتنا أنه في الإعلام بنشوه كثير من المعلومات اللي تقال، ونأخذ طرف من الخيط ونبني عليه قصة طويلة ما لها أساس من الصحة. فأرجو من إخواني وأخواتي الإعلاميات أن نتعامل بكل شفافية، الموضوع هام والموضوع يهم كل مواطن، والموضوع عقلاني وعلمي وليس عاطفي، فأرجو أن يكون تناولنا له بما يتناسب مع ما طرح في هذه الجلسة. وأكرر شكري لإخواني أصحاب المعالي جميعا على حضورهم، وجزاهم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نبحث عن اقتراحات وحلول، وخرجت لنا هذه الجلسة بتطمينات قائمة على برامج واستراتيجيات مدروسة، نتمنى أن ترى النور قريبا. شكرا دكتور فواز، شكرا أصحاب المعالي. بهذا تنتهي فعاليات اليوم الثاني من منتدى جدة الاقتصادي. موعدنا يتجدد غدا في تمام الساعة 9 صباحا في جلسة لنائب رئيس الوزراء التركي السيد علي باباجان. شكرا لحضوركم مرة أخرى، وإلى اللقاء. Thank you.